بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الآن بيتعلم كيفية إنشاء اختبار إلكتروني من خلال نماذج جوجل أو جوجل فورم. أولا لابد أن يكون عندك حساب على جيميل، ثم دخول بحساب جيميل موقع جوجل. بعد الدخول على حسابك من على الجيميل، ثم نقرأ على درايف، ثم بعد ذلك من نقرأ على نماذج جوجل، ثم كتابة عنوان للنموذج وليكن اختبار تجريبي، ثم وصف لهذا الاختبار، ثم كتابة اسم الطالب، ثم كتابة اسم الطالب عبارة عن قائمة منسدلة، ثم كتابة أسماء الطلاب في الفصل أو الصف، ثم بعد ذلك جعل هذا السؤال مطلوب، ثم تكرار هذا السؤال، رقم الهوية أو كلمة المرور، ثم تذكير الطلاب أن كلمة المرور هي عبارة عن رقم هوية الطالب، جعله إجابة قصيرة، ثم بعد ذلك إضافة قسم آخر، هذا القسم يسمى الأسئلة، ثم إضافة سؤال، يفضل دائما اختيار في الأسئلة خيار متعدد ومربعات اختيار. خيار متعدد أي يوجد أكثر من إجابة، لكن الطالب لا يختار إلا إجابة واحدة. مربعات الاختيار يمكن للطالب أن يختار أكثر من إجابة. جعل السؤال مطلوب، تكرار السؤال، تكرار السؤال، ثم تغيير النص، ممكن جعل هذا الاختيار مربعات اختيار ماوس من وحدات مادية، ممكن أيضا إضافة بعض الصور لنص السؤال، ممكن تحميله من على أو البحث، ثم بعد ذلك إرسال هذا النموذج، ثم أخذ رابط هذا النموذج وتقصيره وإعطائه للطلاب. كذلك يمكن إرسالي عن طريق البريد الإلكتروني، كتابة عناوين البريد الإلكتروني للطلاب هنا وإضافة متعاونين على هذا النموذج. يبقى أن يتم وضع درجات لكل سؤال. كيف يتم ذلك؟ من الضبط وضعه على أنه اختبار. هل يتم إصدار الدرجات؟ إذا كان اختبار ليس من المعقول أن يتم إصدار الدرجات مباشرة، لكن إذا كان واجب أو إذا كانت مراجعة يمكن ذلك. الأسئلة غير الصائبة يمكن المجيب مشاهدتها، ثم حفظ، يتم وضع بعد ذلك درجات لهذا الاختبار، مفتاح الإجابة، مكونات الكمبيوتر، نضع هذا السؤال عليه 3 درجات، ثم بعد ذلك إضافة تعليقات على الإجابة، جعل هذه الإجابة هي الإجابة الصحيحة، تم هذا السؤال، افتح الإجابة، نضع عليه 3 درجات، والإجابة الصحيحة من وحدات الإخراج، أيضا هذا السؤال، افتح الإجابة، وضع عليه 4 درجات، ثم بعد ذلك مادية وإدخال، ثم تم. بعد ذلك يتم إرسال، ممكن أيضا إظهار شريط التقديم، ثم كتابة الرسالة، عرض رابط لإرسال رد آخر أو إزالته، الترتيب العشوائي للأسئلة، حتى إذا كان نفس الرابط لنفس الطلاب لا ترتب الأسئلة كما هي، ولكن ترتب بترتيب عشوائي عند كل طالب. رسالة للتأكيد،
تم استلام إجابتك، شكرا لك، ممكن وضع رقم تليفون للمعلم للتواصل معه أو أي رابط آخر إضافي. كذلك يمكن الاختيار جمع عناوين البريد الإلكتروني، سيتم إضافة مكان لابد من إدخال الطالب البريد الإلكتروني حتى يفتح معه الاختبار، ويمكن إزالة هذا الاختيار حفظ. ثم بعد ذلك اختيار هذا الرابط ونسخه وإرساله للطلاب. ممكن مشاهدة هذا النموذج كما نرى الآن، كلمة المرور الخاصة بالطالب، اسم الطالب، ثم نقرأ التالي تظهر الأسئلة، القسم الخاص بالأسئلة. لاحظ أن هذا السؤال كان آخر سؤال تم عرضه في الأول، لأن احنا اخترنا الترتيب عشوائي. الاختيار صح، ثم بعد ذلك الإرسال. لاحظ أنه تم الإرسال وتم عرض رسالة الشكر والترحيب. بالرجوع إلى الإعدادات الاختبار والدخول على الردود، ثم بعد ذلك نقرأ على هذه الأيقونة لإنشاء جدول البيانات لعرض التقارير. هنا يعرض التقارير بصورة بيانية، لكن إذا أردت بيانات على شيت إكسل بالنقر على أعلى الردود، ثم النقر على مشاهدة الردود في جدول البيانات. تظهر عندي تاريخ دخول الطالب وتاريخ إرسال النتيجة، ثم بعد ذلك إعطائي النتيجة الخاصة بهذا الطالب. الطالب هذا أخذ 10 من 10 درجات، واسمه ورقم ثم إجاباته على كل سؤال. شكرا جزيلا لكم.